وفي قطاع الشباب وما يشكله من أهمية قصوى في عدة مجالات ومنها الرياضة، بيّن مدير دائرة الشباب والرياضة في صلاح الدين أحمد محمد صالح مواصلة دعم شريحة الشباب بعموم أقضية المحافظة، مؤكدا تجاوز العديد من المعوقات بالتواصل مع الوزارة ومجلس المحافظة، وسيتم تطوير جميع المؤسسات التابعة للدائرة وتجهيزها بكافة المستلزمات. حقيقة استلمت مهامي منذ 3 إلى 4 أشهر كمدير رياضة شباب صلاح الدين. الحمد لله والشكر، يعني بدأت الأمور تتعافى شيئا فشيئا. الموضوع لا يخلو من الصعوبة ولا يخلو من المعوقات، لكن إن شاء الله مع العمل الدؤوب والنية الصادقة إن شاء الله راح نرتقي بمديرية شباب رياضة صلاح الدين. نحكي من موضوع الدعم، حقيقة الدعم نقدر نقول يعني الحمد لله والشكر بدأ دعم من سيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر محمود الفحل، ودعم رئيس مجلس المحافظة ومجلس المحافظة للشباب والرياضة، وكذلك أعضاء مجلس النواب حقيقة بدأوا يقيمون عمل مديرية الشباب والرياضة. اصطدمنا ببعض المعوقات القانونية من حيث المنح المالية ومن حيث المبالغ لشباب الرياضة، ولكن الحمد لله والشكر بتوجيه خاص من السيد محافظ صلاح الدين ومديرية التخطيط استحصلنا بعض المبالغ لإنشاء بعض الملاعب، وحصلت الموافقة على تأهيل وإنشاء ملعب في القادسية، وكذلك سياج في آمرلي، منتدى آمرلي، وكذلك هناك أعمال مستمرة في قاعة الطوز الرياضية، وكذلك في سامراء قاعة سامراء ومنتدى الضلوعيه ان شاء الله قاعده التاهيل ان شاء الله، وكذلك ملعب سامراء الاولمبي. الاعمال الجديده ان شاء الله راح نتوجه توجيه السيد المحافظ الى مدينه البيجي باعتبار البيجي مركوبه، وان شاء الله في صدد تاهيل منتدى البيجي بالكامل وانشاء ملعب المتنفس لاهالي البيجي، وكذلك في الشرقاط ان شاء الله سيتم انشاء ملعب، طبعا الملاعب اغلبيتها ثيل طبيعي 11 لاعب مع مدرجات، هذه المخططات كلها اعتمدتها منذ استلام، لازم يكون هناك تخطيط صحيح وتخطيط سليم حتى نقدر نواكب عملية البناء. فالحمد لله عددنا مخططات كاملة من قبل الشعب الهندسية بإنشاء ملاعب تكون بها مدرجات وأسيجة وكذلك مرشات ومقصورة إن شاء الله. العمل يحتاج إلى كثير من الصبر، المطالبات كثيرة من ناحية التجهيزات، هناك معوقات قانونية من ناحية تجهيز المديرة بالتجهيزات الرياضية، واصطدمنا بكثير من الأمور صراحة، لكن جاي نحاول يوم ورا يوم نحاول نذلل هذه العقوبات إن شاء الله. من ناحية الدائرة احنا حقيقة مديرية شوارع صلاح الدين تمتلك أكثر البنايات في محافظة صلاح الدين، ولكن احنا الآن مثل ما تشوف حضرتك أو تشوفوا الأخوة المشاهدين أنه احنا قاعدين في مديرية بلدية تكريت مشكورين طبعا، ولكن جهود السيد محافظ صلاح الدين وكذلك الدكتور عادل الصميدعي تم إن شاء الله موافقة على تحويلنا إلى بنايتنا الجديدة إن شاء الله مجرد وقت إن شاء الله. كذلك نبشر أهالي تكريت من الحمد لله والشكر اليوم تم استلام الصك الخاص بتأهيل القاعة الرياضية الحمراء في تكريت، وهو منجز يحسب لكل المسؤولين في هذه الحكومة الجديدة باعتبارها مغلقة من سنة 2003، وأكيد شكري وتقديري لكل الرياضيين والجنود المجهولين اللي قاتلوا معنا بهذا الموضوع، ما يحضرنا أسماهم بالوقت الحالي لأنهم ناس حقيقيين يقدمون شيء لتكريت خاصة، نقول بصورة خاصة والمحافظة بصورة عامة، وإن شاء الله راح نباشر أعمالنا بها الأسبوع القادم بإذن الله وتكون أيقونة لمدينة تكريت، ونحاول نأهل القاعة الثانية، يوجد قاعة ثانية إن شاء الله بعد استلامنا الموقع بإذن الله.